بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة قبل ما نبدأ دوسوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان الكل يستفاد. بسم الله. النهاردة انا هنطول شوية، فيعني لازم تستحمل الفيديو ده حوالي 30 دقيقة. بس ال 30 دقيقة هنشرح فيهم ازاي توزع الإضاءة الداخلية باستخدام برنامج دايلكس. هتبدأ توزع الإضاءة الداخلية كلها، وبعد كده الإضاءة الداخلية انت وزعتها تبدأ تشوف الكشافات، أنواع الكشافات اللي عندك، ماشي؟ تبدأ تتعامل مع كتالوج معين في الكشافات وهكذا. فبإذن الله النهاردة هنختصر الدنيا دي كلها بكل بساطة، فخليكم معانا. برنامج الدايلكس برنامج مهم جدا لحسابات الإضاءة. زي ما قلنا قبل كده، لو شفت كورس أو شرح الكاد اللي أنا شرحته، كان في تول اسمها RF. التول دي عن طريق الكاد ده أوبن سورس، فببدأ أحمل فايل، الفايل ده أحطه في الإيديت بتاع الكاد، ماشي، وأعمل له أبلود على الكاد وأبدأ أوزع إيه الكشافات. طب إزاي أنا بعرف مثلا اللي فيه أوضة، مثلا أوضة وليكن 5 × 6 متر، أوضة مثلا كده، الأوضة دي فيها كام كشاف؟ هل مثلا احط كشاف كده وكشاف كده؟ مقدرش احدد ده. في حاجة قبل ما نقول هنحط كشاف ازاي، في حاجة اسمها الليومن، في حاجة اسمها الليومن، وفي حاجة اسمها اللاكس. الليومن ده هو عبارة عن ايه؟ لو انا عندي كشاف كده، الكشاف ده بيخرج منه عدد خطوط ضوء قد ايه اللي بتخرج من الكشاف، ماشي؟ اليومن ده في الاماكن المتسعة ممكن بيتراوح من 3 ل 4000 في الرينج ده. طبعا ده حاجة بتحددها كود، او انت بتقدر تعملها تعرفها من شغلك في مشاريع كتير. ولو مثلا في مكان صغير، حمام مثلا، اوضة استقبال صغيرة، whatever المكان الصغير ده، هيبقى انت بتتعامل مع 1000 ل 2000 اليوم. في بقى المصطلح اللي احنا بنصمم فيه بالكود المصري اسمه اللاكس. اللاكس ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدد الخطوط اللي خارجة لكل متر مربع، ماشي؟ فانا كده اقدر اكني بعرف توزيعة الضوء اللي خارجة في المكان بتاعي. في حاجة كمان نعرفها قبل ما نبدأ نوزع، في 4 انواع من السيلينج تايب. ده طبعا الجزء ده من كتاب عبد المنعم باشمهندس عبد المنعم شعبان، هحطه لكم في الديسكريبشن تحت، وهحط لكم برضو لينك تحميل الدايلكس اللي هنشتغل عليه باذن الله. في بقى الجزء السطح، في حاجه اسمها السيرفيس، ماشي، وفي الريسيست، وفي الجبسون بورد، وفي ساسبندد. السطحي اللي هو حاجه زي كده بنفس الشكل كده، ماشي، بيبقى على السطح على طول. الريسيست سقف ساقط، يعني زي سقف كده، والسقف نفسه نازل، بحيث ان انا ممكن مثلا فوق احط امدادات كهربيه، خطوط تكييف كده يعني، ماشي. تالت حاجة السسبند ماونتد، اللي هو السقف المعلق او الجزء اللي هو بيبقى نازل، شوف نازل ازاي، وده بيبقى موجود في الهناجر وفي المصانع والحاجات دي اكتر حاجة يعني، وحاجات اللي ارتفاعاتها عالية. والجبسون بورد احنا طبعا عارفينه، ماشي، هو بيقول لك يفضل في الجبسون بورد وضع السبوتس. احنا بس كنا عايزين ننوه على انواع السقف عشان بعد كده نختارها هنبدأ نشتغل عليها في البرنامج. طب البرنامج، نبدأ نشغل البرنامج بقى. هتسطب الدايلكس، هيظهر لك دي ودي. ده بيبقى ليه متطلبات ما بيشتغلش عليه دلوقتي، فاحنا نشتغل على الدايلكس 4.13. هنبدأ هنا، بيقول لي نيو انتيريور بروجكت، ماشي، وفي نيو اكستيريور بروجكت. ده لو حاجة خارجية مثلا جنينة او كده، احنا مش هنشتغل على ده دلوقتي. ونيو ستريت بروجكت، ده لو حاجة في شارع او كده، ده لو عايز اوبن بروجكت او اوبن اللاست بروجكت بتاعي، اخر بروجكت اشتغلته. فانا هبدأ بالانتيريور بروجكت، هدوس كده، تمام. اول حاجة تعملها، اول حاجة تلغي المشروع بتاعي القديم، الغي المشروع بتاعي القديم، فهدوس كانسل. هحط لكم في الديسكريبشن برضو اللينك معاه، اللي هو هيتحمل الدايلكس وحاجه اسمها فيليبس لايتنج. فيليبس لايتنج ده هتحمله وتسطبه كأنه برنامج. فيليبس ده هتلاقيه عليه اغلب او جميع تقريبا انواع سواء الكشافات او السبوتس او كده، فتقدر تستعملهم هنا في البرنامج ده.
تعال نشوف الفيليبس ده عباره عن ايه. بس انا بعد ما دوست كانسل على الروم الافتراضيه اللي هو عملها لي، هتدوس كده فيس لمنير كاتيجوري، هختار هنا وليكن هختار السيرفيس ماونتد اللي هو على السطح مباشر، هيقول لي اللامب كاتيجوري، فاشوف اللامب بتاعتي ايه. طبعا احنا هنشتغل على الليد، الليد اكتر حاجه، فانا هشتغل مثلا، انا عايز اشتغل على الليد مثلا 3500 لو في اماكن واسعه، فهبدا اتعامل 3500 دي. هشوف دوست كده مثلا كده، ده انا مش عايز دي، فانا ممكن انا عايز مثلا كشاف 60 في 60، فهشوف 3400 اهو في كشاف 57 في 57، ممكن ده كويس ينفعني انا عايزه. ومحتاج اضغط كده هلاقي ده توزيعه، التوزيعه بتاعتي، التوزيعه بالشكل دي انا بفضلها، وهو بالكود كمان بيقول لي التوزيعه دي تبقى شكلها عامل ازاي. شوف بقى هنا بيقول لك تيتو لامب فلكس 3400 ليومن، لايت اوتبوت ريشيو ماشي، هناخد هنا الباور، احنا عايزين الباور، الباور 23 واط، فده الباور بتاعتي، ودي شكل التوزيعه بتاعتي، وده شكل الكشاف تمام. طب لو انا عايز اضيفه، انا عايز اضيفه دلوقتي، بدوس اد. تمام انا كده ضفت اول حاجه. طب انا مثلا عايز اجيب نوع تاني، او مثلا عايز اجيب حاجه ايه ال اليومن بتاعها اقل شويه وليكن 2400، فهجيب كده، لا انا مش عايز ده، انا مش عايز الكشاف اللي هو 120 اللي هو الشكل ده، هجيب مثلا 2700 واختار كشاف 60 في 60 وليكن الشكل ده. اعمل ريسيت هنا تاني، اشوف اليومن بتاع التوزيع بتاع دي، ممكن اغير الكشاف، اغير الكشاف وليكن اخد ده مثلا ماشي، التوزيع بتاع دي كويسه. هشوف برضو الباور بتاعه 3 واط، والليمون فلكس بتاعه 3600 ليومن فلكس ليومن ماشي. ممكن اشوف حاجه تانية مثلا، اشوف مثلا عايز اشوف 2400 شفناها قبل كده، ممكن اشوف مثلا 2800. انت بتشوف اللي انت عايزه وتبدا ايه تدور. اول ريكويرمنت بتاعتك هو انت محتاج مثلا نوع كشاف معين في مشروعك، فبتبدا تتعامل على هذا الاساس، واختار مثلا وليكن ده، وده 25 و 2800 ايه ليومن، فاختار 25.5 واط، هدوس عليه اد. طب مثلا لو انا عايز سبوت، سبوت اللي هو بيبقى المصباح اللي هو الدائري ده او مدور، فهدوس على داون لايت، واجي كده اشوف برضو اللاكس اللي انا عايزه وليكن 3000، واشوف سبوت معين انا عايز السبوت ده مثلا، وشايف توزيعه الفلكس بتاعته كويسه، فابدا ادوس عليه اد تمام. وهجيب مثلا واحد تاني وليكن 2000 مثلا ده كده. طبعا انت بتشوف انت بتختار ايه، يعني انت سواء هو قال لك او ما قالكش، انت بتحاول تختار حاجه مثلا مش سعرها كبير. ثانيا الحاجات اللي بتختارها دي هتلاقيها موجوده في الشركه، يعني حرفيا هتلاقيها موجوده في الشركه، لان ده زي كتالوج كده بس عاملين لك، لانك بتختار هنا وبتبدا تروح تطلع اللي انت جبته وتبدا تختاره من الشركه او تقول للشركه عليه تمام. هدوس مثلا اضيف ده تمام. انا كده ضفت الايه اللي انا عايزه او اللي هستعمله مثلا كده، وممكن اضيفه بعد ما احط الملف مفيش مشكله تمام. طب انا دلوقتي هجيب ملف الكاد بتاعي ازاي؟ هجيب ملف الكاد، انا دلوقتي عملت ملف كاد جالي مثلا معمار من حد معين، عايز اجيب الملف ده وابدا اوزع الاضاءه بتاعته، فانا هاجي هنا ادوس فايل وادوس امبورت، بعد كده دي دبليو جي اور دي اكس اف فايل. دي دبليو جي ده اللي احنا عارفينه اللي هو الفايل بتاع الاوتوكاد، واجي كده وادوس براوز، واجي ادوس كده، انا مثلا عايز ده آه
ملحوظة كمان، اما انا اجي نحفظ ملف الملف بتاع الكات المفروض نحفظه مثلا 2007. ليه؟ لان الدايلكس الفيرجن بتاعه قديم شوية، فانت لو جيت مثلا حفظت الكات 2020 او 2019 ممكن ما يفتحش على الدايلكس معاك. هندوس نيكست، شوف الوحدة بتاعتنا كانت هناك بايه ونشوفها هنا. يعني هناك مثلا كنا شغالين بالمتر ماشي في الكاد، فنيجي هنا نتأكد في الكاد اللي احنا كنا شغالين بالمتر ونشتغل هنا بالمتر، وندوس نيكست. بعد كده سيلكت جرافيتي سنتر اوف ذا يوزد اريا از اوريجن، ندوس على دي كده. بعد كده ندوس نيكست، بعد كده ندوس فينيش. نبدأ نصغر بالسكرول كده، وليكن ده المكان، ده المكان بتاعي. تمام، ده المكان اللي هشتغل عليه، عبارة عن ده مشروع عبارة عن فندق. ده الدور الأرضي بتاعه أو الفيرست فلور بتاعه، يعني الدور الأول قصدي. الفندق ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن خمس، الدور عبارة عن 5 شقق. دي شقة، دي شقة، ودي الجزء ده شقة، واللي تحت دي شقة، واللي على الجنب دي شقة. 5 شقق. فأنا هيبدأ نوزع بالراحة كده ونشوف هنوزع إزاي. نبدأ، أنا عندي هنا أول روم. الروم دي هدوس عليها كليك كده، هلاقي حاجة اسمها رينيم. فأنا مثلا وليكن عايز مثلا أعمل الشقة دي كده، ده الباب مدخل، فدي غرفة الاستقبال بتاعتي. فأنا هسمي دي، طبعا أنا بسميها زي ما المعماري مسميها. يعني أنا لو جايب لو حافظ الملف والملف عليه الأسماء بتاعت المعماري بسميها زي المعماري ما مسميها بالظبط. ولو ال5 شقق فانا ممكن اعمل جزء لكل شقه، وهنشوف ازاي بنعمل الحوار ده. انا عندي كده خلاص سميت دي غرفه الاستقبال، وبعد كده هقول edit، هدوس على الغرفه كده وادوس edit room geometry، واجي هنا ادوس. بص لو انا عندي غرفه يعني مستطيله ممكن اعملها مستطيله على طول، فهدوس draw rectangle ماشي. لو انا عندي غرفة يعني زي هعملها زي بولي لاين، فاكر بولي لاين بتاع الاوتوكاد حاجة زيه كده بوليجون، فهدوس برضو عليها كده بحيث ان اعمل الشكل لو في شكل مثلا منحرف او شكل طالع بشكل معين يعني. فانا لو هنا مثلا غرفة الاستقبال عندي ريكتانجل عادي، فاجي كده وهدوس كده بس لحد ما اقفل على الغرفة، دوست كده. انا عايز احدد الهايت بتاع الغرفه، اللينث والويدز اتحدد كده كده لاني محددهم بالرسمه بتاعتي، فانا محتاج احدد الهايت بتاع الغرفه. فليكن لو الهايت بتاعنا 2.8 متر وادوس اوكي. كده انا حددت الغرفه بتاعتي وعرفت انا عايز اعمل فيها ايه. يعني عرفت الغرفه بتاعتي دي اللي هبدا اوزع فيها الكشافات بتاعتي. هاجي كده هلاقي insert luminaries، تمام. هاجي اشوف هنا اختار الفيلد ارينجمنت، يعني انا محتاج اوزع في الفيلد بتاعي كله مش بشكل معين، يعني ممكن سيركل لو انا عايز اعمل شكل ديكور حلو او كده. فانا هدوس فيلد ارينجمنت. هنيجي هنا اول حاجة انا عايز اختار انا عندي هيجيب لي كشافات، انا عندي كشافات كتير، فانا مثلا مختار الكشاف، عايز الكشاف اللي هختاره وليكن الكشاف ده، لا مثلا اجيب كشاف اللي هو ده 57. هو الكشافات كتير عشان كنت المشروع ده كنت شغال عليه قبل كده، فهتلاقي في انواع كشافات غير اللي احنا اخترناها في الاول يعني. تمام، فانا مثلا جبت الكشاف ده، الكشاف ده 3400 تمام. الباور بتاعه 23. كوركشن فاكتور بتاعه نجيب ماونتين كده ماشي ارينجمنت. فانا هدوس انسرت، تمام. دوست انسرت راح وزع لي الكشافات بالشكل ده. هنيجي بقى للنقطه المهمه، انا عايز اعمل كالكوليشن ليا
الكالكوليشن دي ازاي اعملها؟ المفروض هنا اكتب له قيمة اللاكس بتاعتي، ماشي؟ فلو كتبت له قيمة اللاكس مثلا 500، بيسجست ليا عدد الايه الروز والكولومز بتاعت الكشافات بتاعتي. طب انا اعرف الكلام ده منين؟ ايه الكود المصري؟ انا عندي هنا، لو هتلاقي برضو في الكتاب بتاع باشمهندس عبد المنعم شعبان، هتلاقي مفروض كل مكان ليه لكس معين او شدة اضاءة معينة. يعني لو مكان فيه سلالم ممرات هتلاقي كذا، ماشي. فننزل مثلا، احنا عايزين ايه؟ عام مثلا، هناخد عام، ماشي. استقبال، اهي في استقبال، تمام. استقبال مثلا وليكن هعملها 120، فهو عايز الاستقبال ده كود المصري. في حاجات طبعا مغايرة عن كده، فانا مثلا هعمل الاستقبال بتاعي واقول اعمله 150، ماشي. واقول له اقترح لي، هيقول لي 1 في 2، يعني انت عامل لي هنا كده. فانا مثلا مش عايز اعمل الشكل ده، ده مجرد اقتراح على فكرة، انت ممكن تغير الكلام ده، بس هو بيقترح لك على اساس ما انت عايز فعلا، ماشي. فهو ما مش عايز يألف لك، يعني هو بيقترح لك زي ما انت عايز. فانا كده قدرت، لو بصينا كده هتلاقي الكشافين اتحطوا بالشكل ده هنا. لو انا جيت على الشكل ده او نفس الشكل ده ودوست كده، هنلاقي الشكل الثري دي بتاعنا ده كده. فاجي ادوس على هنا كده، اقدر الماوس بتاعي احرك الشكل كده، تمام. لو دوست كده هيبين لي شكل الفلكس بتاع اللايت عامل ازاي في الاوضه بتاعتي دي، تمام. في بقى حاجه بعد انا ما عملت الاضاءه، في حاجه اسمها الورك بلان. الورك بلان ده في حاجه اسمها الول زون وفي حاجه اسمها الهايت. يعني ايه وول زون ويعني ايه هايت؟ لو جينا هنا كده نشيل ده كده، لو انا عندي اوضه كده والاوضه دي فيها مثلا دولاب هنا وفيها مثلا تلفزيون كده وفيها سرير كده مثلا، حلو. لو انا جيت قلت انا حاطط كشاف هنا في نص الاوضه، الكشاف ده هو انا لو النور ما جاش على الجزء بتاع السرير ولا المكتب ولا التلفزيون ايا كان اللي حاطه، هل هتفرق معايا في حاجه؟ مش هتفرق. فانا بختار الضوء يجي ازاي. يعني بص، لو انت بصيت معايا كده هتلاقي، بص لو انا عملت الشكل ده كده، بص لو غير اللون، لو عملت كده، بص الجزء الاحمر ده اللي هو، بص اللي جواه احمر ده، ده الجزء اللي جه الضوء. الجزء اللي بره ده انا استثنيته، ماشي. استثنيته مثلا وليكن قلت ده ب 0.3 متر، يعني ابعد عن الحيطه 0.3. انا مش عايز الضوء في الحته دي منتشر قوي، منتشر قوي، هو موجود بس مش منتشر، تمام، مش واخد اللكس الكامل. فانا عايز الحته دي كده. طب لو في مكان عندي مكان انا عارف ان الاوضه تبقى فاضيه، ممر شكل معين، انا مش عايز اوضه، عايز الاوضه تبقى فاضيه مش تبقى فيها حاجه، فممكن اختاره بزيرو عادي. تاني حاجه الهايت. الهايت ده ايه؟ انا مثلا عندي مكتب كده، ده مكان، ماشي، وهنا في سرير زي ما قلنا، وهنا في مكتب برضو، وهنا في دولاب مثلا، دولاب جاي كده جنب الحيطه. فانا محتاج ان اللكس مثلا يكون على ارتفاع، لو جينا بلون تاني كده، اللكس يكون على ارتفاع 0. مثلا 7، يعني بعد 70 سنتي 0.7، يعني بعد 70 سنتي، بعد 70 سنتي او بعد 0.7 من المتر، ماشي. الحته دي ما بقاش يبقى اللكس فيها قليل، يعني الحته دي كده يبقى اللكس فيها قليل. بعد ارتفاع 7 من 10 متر ده اللكس عادي يبقى كويس. ليه؟ عشان انا حاطط حاجات في الاوضه برضو مش محتاج الضوء تحت قوي، تمام كده. طبعا ده على المدى الكبير انا ممكن اوفر اصلا في المشروع وفي عدد الكشافات. فانا هاجي كده اختار وليكن دي مثلا، دي اوضه، دي حاجه استقبال مثلا. فانا هقول لك ممكن يكون فيها حاجات مثلا، احط نص ارتفاع مثلا او كده، وهقول لك الول زون مش هيبقى فيها حاجات كتير، بقول لك 0.1 مثلا لو في حاجه محطوطه ولا حاجه، تمام. هنبدا بقى كده، احنا عملنا التوزيع هنا خلاص، وعملنا اللي هي اسمها الورك بلان اللي هو الول زون والهايت بتاعنا.
وعرفنا يعني ايه وول زون وعرفنا يعني ايه هايت. هنبدا بقى ندوس على نجيب نرجع تاني كده للتو دي بتاعنا اهو الكشافات اللي حطيناها اهي، وابدا ادوس على حاجه اسمها بص ستارت كالكوليشن، يعني ابدا حساباتي. فبيقول لي انت عايز تبدا حسابات للغرفه دي؟ قلت له اه مفيش مشكله ابدا لي. فدوست كده اوكي، هيبدا حسابات للاوضه بتاعتي. تمام حلو جدا، بدا لي حسابات وراح جاب لي الشكل الثري دي بتاعنا هو لوحده جابه لي وقال لي ده الثري بتاعك، وانا رحت ده اللي كنت ضايفه عشان اشوف شكل الفلكس بتاع اللايت بتاعي. تمام، وبعد كده هدوس على السنجل شيت اوت. السنجل شيت اوت ده هيوضح لي حسابات انا محتاجها. هنا اهو بص موضح لي ايه في السنجل شيت اوت. لو هاجي ادوس كده ادوس هنا عشان ابدا اقرا الصفحه بتاعتي. طبعا هنا جايب لي توزيع اللوكس او اليومن بتاعي على المساحه، وايه اللي هنا حبه حاجات. اول حاجه الاي افريج، انا مثلا كنت كاتب الاي افريج 150 فهي طلعت 192، فانا كده كويس مش وحش. بنيجي بقى حاجه اسمها الميو نوت. الميو نوت دي ما ينفعش تبقى اصغر من نص، الميو نوت ما تنفعش تبقى اصغر من نص. تمام كده، يعني ممكن تبقى 0.6 0.7 بس ما تبقاش اصغر من نص. وهي بتساوي ايه؟ بتساوي يعني الميو نوت دي لو قانون يعني بتساوي الاي افريج على الاي ماكس، يعني بمسك الاي افريج اقسمها على الاي ماكس. فانت لو مسكت الاي افريج اللي هي 192 وقسمتها على الاي ماكس اللي هي 245 هتلاقيها الرقم ده. تمام كده، لو اصغر من نص ترجع هتصلح ايه؟ ممكن تصلح ترتيب الكشاف، يعني انت ممكن مثلا عامل الكشاف بالطول اعملها بالعرض، غير اللاكس بتاعك شويه، غير في الورك بلان بحيث تبع الرينج انت شايفه صح في الموقع اللي انت بتعمله، وهكذا. لو شلنا كده وشلنا كده ورجعنا لهنا، عايزين بقى احنا خلاص خلصنا اوضه، عايزين نعمل اوضه جديده. نعملها ازاي دي بقى؟ بص بدوس على حاجه اسمها insert new room. تمام، وبعد كده دوس cancel، انا مش عايز الاوضه دي، فانا كده عملت روم ودوست cancel. واجي هنا على الروم اسمي الروم بتاعتي مثلا وليكن المطبخ مثلا، اشوف اي مكان واقول عليه المطبخ. بس الكلام ده احنا زي ما قلنا بنجيبه من رسمه، الرسمه المعماري بيبقى كاتبها. يعني انا عشان كنت بشتغل في البروجكت ده فانا شلت الاسماء وشلت كل حاجه، نظفت المعماري شويه بس عادي، يعني انا كنت بتابع من هنا وهنا. وبرده عملت رينيم زي ما احنا عملنا قبل كده. وبعد كده هاجي هنا ادوس ايديت جيومتري واطلع كده واجي كده، ده اللي احنا كنا شغالين عليه. ماشي، وليكن مثلا تعال هنا بص مش المطبخ، هشتغل اكن الحمام، هشتغل على الحمام ده، الحمام ده كده اجي اشتغل عليه. الحمام هو باين والاساس بتاعه باين فانا هشتغل عليه. هاجي ادوس كده درو ريكتانجل عشان ده شايفه ريكتانجل برضو. اجي من هنا اهو، وبعد كده احدد الهايت بتاعي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، وادوس اوكي. تمام، واجي على ادق على المكان بتاعي وادوس انسرت واحط فيلد ارينجمنت. بنعيد، احنا بنعيد، انا عشان كده بقول سريع جدا، احنا بنعيد ما بنعملش حاجه جديده. هختار المصباح بتاعي وليكن انا عايز اختار مثلا سبوت، كان اني واحد كان اسمه ايه تقريبا ده، هو ده. تمام، اختار السبوت ده مثلا ده 400، واجي اللوكس بتاعي كام، الحمام مثلا محتاج لوكس قد ايه، فهاجي هنا على الكود سلالم ممرات عام قراءة غرفة نوم حمام 300، هو كتب لي حمام 300، فهاجي كده وادوس 300 وادوس كده هيطلع لي هو مقترح اللي هم يبقوا 3 في 3. ماشي، يعني نحط مفيش مشكلة، بس هما كتير بس ايه هما مش كتير هما صح، بس احنا كنا ممكن نختار حاجة ايه
اليومن بتاعها اعلى بحيث ان احنا نقلل عدد الكشافات. بس هما جم كده، ده التوزيعه بتاعتهم. هاجي كده خلاص انا اخترت الكشافات بتاعتي وقلتين هايت روتيشن، عايز اعمل لهم روتيشن بقد ايه، الارنجمنت بتاعهم، نيم، كل ده مش مهم. هاجي ادوس ستارت كالكوليشن. هو بص عامل لي على المطبخ تلقائي، هو مش مطبخ، هو الحمام بس، يعني جاب لي الشكل الـ3D بتاعي. بص ده شكل كده، لو انا شغلت هيبقى دي شكل الاضاءة بتاعتي. طبعا الورك بلان ما غيرناهوش لسه، فاحنا ممكن مثلا نعمل ورك بلان الحمام مثلا نقول 0.4 في الهايت ماشي، والحمام ممكن يبقى 0.1 مثلا او حاجة. الحمام كده كده ما بنستخدمش في حاجات جنب بعض كتير يعني، الا لو في بانيو ولا حاجة. تمام، وهدوس هعمل كالكوليشن تاني، عشان المفروض اصلا الكالكوليشن بعملها بعد ما اعمل كل حاجة، فانا عملت كالكوليشن تاني لان غيرت في الورك بلان وانا نسيت المرة اللي فاتت وغيرت فيه دلوقتي يعني. فعملت كالكوليشن تاني وبعد كده اعمل سنجل شيت اوت. بص انا الحتة دي مضايقاني، نغير بس ايه ده الحمام مثلا، و ادوس سنجل كده واجي على الحمام وادوس اوكي. بص طلع الاي افريج بتاعتي، بص طبعا مش هقرب من هنا، فانا ادوس هنا عشان اكبر الصفحة في اوبريتور تليفون. ممكن احط بيانات دي على فكرة ممكن تتحط عادي. جايب لي الشكل بتاعي برضو بتاع التوزيع، قال لي الاي افريج بتساوي 273 قريبة من اللي انا عايزه، تمام مفيش مشكلة. والاي ماكس 313، فاذا الميو نود بتاعتي 0.7 مقبولة، يعني مضام اكبر من نص مقبولة مش وحشة. تمام كده، طبعا بيجيب لي بيانات تانية بس انا ايه، انا اللي هممني بيجيب لي طبعا بقى. بص نمبر واحد، نوع كام كشاف في الأوضة أو عدد الكشافات، 9، نوع الكشاف، اليومينير بتاعه أو اليومن بتاعه، واللمبة الواحدة اليومن بتاعها، الباور، الحاجات دي كلها يعني. وجايب لي بقى التوتال بتاعهم كلهم، يعني ايه ده البيس، ده البيس، دي القطعة الواحدة ودي التوتال بتاعهم كلهم. تمام كده، بس احنا قلنا المهم بتاعي هو الاي افريج والميو نوت، ما تبقاش اقل من النص، اقل من النص ارجع اشوف ايه الجزء بتاعي. طب فرضا اللي انا عملت خلاص، انا عملت الاوضه دي والاوضه دي والأوضة، عملت الشكل ده يعني، انا جيت هنا وعملت الجزء ده. طبعا احنا ممكن اوريك برضو حاجه اهي، لو انا جيت انسرت اديت جيومتري مثلا، لو جينا اوضه جديده كده عشان ايه، كنت عايز اوريك الجيومتري بتاع بس انا عملت انسرت. جيت هنا ودوست درو بوليجون، بوليجون كده خط، دوس كده كده مثلا اهو، طبعا يعني ايه تظبطها ترسمها كده مثلا اهو، بعد كده دوس كليك يمين ودوس كلوز. فانا كده يعتبر رسمت له الجزء بتاعه، وابدا برضه احط الارتفاع وهكذا. تمام، لو انا بقى عايز اعمل سيف، عايز احفظ الشكل، عايز احفظ المنظر بتاعي ده، احفظه ازاي؟ بص ممكن احفظه PDF، من هنا سيف اوتبوت اس بي دي اف. لو انا دوست كده سيف اوتبوت اس بي دي اف هيقول لي انت هتحفظ عدد الصفحه 18، هقول له اوكي نستنى، هيقول لي بي دي اف اكسبورت ريدي. خلاص انا كده عملت له اكسبورت بره. لو طلعت شفت انا حفظته هنا مثلا كده دي كومنت، فانا سميته اوتبوت بروجكت. اجي هنا بقى بص جاب لي اول كشاف متوزع ازاي، جاب لي معلومات عنه،
انا عايز اشوف المعلومه اللي انا هبص عليها، جايب لي كل دي كشافات، يعني هو جايب لي كشافات كل كشاف بالمعلومات اللي عليه بصورته بكل حاجه. انا عايز ابدا ابص على الجدول بتاعي اهو، جاي بدانا اهو غرفه الاستقبال، هبدا اشوف اهو ايه افريج 192، كويس. الميو نوت اكبر من النص، زي الفل، تمام. ده طبعا زائد الريكويرمنتس موجوده، يعني نوع الكشاف، انا كنت مثلا طالب غرف الاستقبال نوعها كذا، الحمامات نوعها كذا، ماشي، يعني حسب المتطلب منك في المشروع بتاعك، ماشي. هنا الحمام اللي احنا شغلنا عليه الاي افريج ماشي 273، الميو نوت 0.7، حلو مش وحش، وهكذا. يعني احنا بنتعامل كده، هو ده التعامل، تمام. طبعا جايب لي بقى الكشاف اللي في الحمام وهكذا. كلوز اول تابس، انا كده خلصت مثلا المشروع بتاعي، خلاص خلصته كامل، يعني انا خلصته كامل. هبدأ احفظ الفايل بتاعي، ماشي. احفظه ازاي؟ بص، سيف دبليو دي دبليو جي اور دي اكس اف فايل، بيقول لي احفظ. اوكي احفظ كله، انا كده خلصت. يعني انا ايه، اشتغلت على الشقه بتاعتي. طبعا الموضوع اللي احنا قلنا مثلا لو احنا مثلا عندنا 5 شقق، ممكن تشتغل كل شقه لوحدها، او لو هو مرقم هناك الاستقبال والحمام والحاجات دي، انت ترقمها زي ما هو مرقمها، بس لو مش مرقمها ممكن تشتغل يعني 5 ملفات للدايلكس، كل ملف خاص بالشقه، 1، شقه 2، شقه 3، وهكذا. طبعا اللوكيشن بتاعه متأكدناش من اللوكيشن، نعمل له اكسبورت تاني، اكسبورت سيف اي دبليو جي، ماشي. هنحطه فين؟ احطه مثلا، احطه هنا مثلا، لا دوكيمنت مثلا، معلومة. لو انت جيت حطيت الكاد في، او الملف اللي انت بتستخرجه ده في نفس الملف اللي انت حاطط فيه ملف الدايلكس اللي انت شغال، او ملف الكاد بتاع الدايلكس اللي انت شغال عليه، مش هيرضى يتحفظ، لازم في مكان تاني، لازم في مكان تاني. فانا دوست كده اهو ودوست اوكي، اتحفظ الملف بتاعي. احنا المرة دي كده خلصنا برنامج الدايلكس، عارف طولت عليكم شوية، بس احنا كنا حاولنا نقول البيزكس بتاعته في اللايت، ومش البيزكس قوي، احنا خلاص قدرنا نقول لك ازاي بتوزع الاضاءه الداخليه بتاعه المبنى بتاعك. اي حاجه بتتعامل معاها بالطريقه دي، بتشوف الكود بيقول لك ايه، بتبدا تشوف انت عندك السقف نوعه ايه، وتبدا تشوف الكشاف المطلوب منك تستخدمه هنا. لو مش مطلوب منك كشافات، انت بخبرتك بتبقى عارف الكشاف، انت مثلا المشروع ده ممكن يبقى فيه سعر عالي، او لا مشروع خفيف سكني مثلا، انت مش عايز تستخدم كشاف سعره عالي، وهكذا. دي بتيجي من خبرتك في الشغل. كده يكون خلصنا الموضوع ده. المرة الجاية بإذن الله في موضوع اللايت هنبدأ نحط الكشافات دي في الكاد، أو نحط الفايل بتاع الكشاف اللي احنا طلعناه ده في الكاد، ونبدأ نتعامل معاه ازاي نوزع الحاجات اللي في الكاد، يعني ازاي بقى الكشافات دي تحطها في الكاد وتبدأ توزعها، وتبدأ تعمل لها مفاتيح معينة، المفتاح ده يفتح كذا، المفتاح ده يفتح كذا، وهكذا. وبنعمل برضو كشافات طوارئ بإذن الله. المرة الجاية هنشرح كل الكلام ده. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.